بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي أنا عاملة الفيديو ده هوت عشان أشارككم كده معايا. أنا مبسوطة جدا لأن النهاردة أنا حصلت على الميدالية البرونزية في منتدى كوكباد، وحبيت بس ان انا يعني اعمل الفيديو ده هوت ويعني واشارككم كده معايا. وده كده اول اسبوع كده هوت يعني اخد الميداليه ديت، لان انا داخله في مهرجان الطبخ يعني، وكل واحد بيقدم كده وصفات جديده. فهم كانوا يعني في اول اسبوع كده كانوا طالبين مني ان انا اقدم ايه 3 وصفات. فانا يعني بحب يعني برحه شويه، فانا دخلت كده ب10 وصفات قدمته. ما طبعا وصفات جميله جدا وشاركت بيهم في التحدي ده هوت. فحصلت بقى النهارده على الميداليه ديت، فحبيت ان انا اشارككم معايا. وكده انا داخله بقى ايه على الاسبوع الثاني، هم 4 اسابيع. فالميداليه بقى اللي جايه اللي بعد كده هتبقى ان شاء الله كده الميداليه الفضيه، وان شاء الله كده برضو ربنا يسهل كده، واول باول كده هوت يعني اشارككم معايا في يعني في اي حاجه كده، اي مهرجان كده انا داخله فيه في الطبخ ان شاء الله كده تكونوا موجودين برضو ايه معايا. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يعني يكون عجبكم كده هوت، وتكونوا بتستفادوا من اي حاجه انا بقدمها في القناه. كان معاكم حنان الوراكي وام ندى وفتحي، قناه متنوعه. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو القناه بتعجبكم يعني وبيعجبكم كده اي محتوى انا بقدمه في قلب القناه، يا ريت كده ان انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.